قبل دقائق من ساعة الإفطار كانت جثامين الأطفال تتلطخ بدمائهم في غارة إسرائيلية على منطقة بيت حنون شمال قطاع غزة، وسط حالة من الحزن والأسى على أكثر من 20 شهيداً ارتقوا في العدوان الإسرائيلي بعد أن دخلت غزة على خط المواجهة من أجل القدس. أنا مسكر أولادي طول اليوم، والله طول اليوم الدنيا رمضان، بطلعهم الساعة 5، والله أولادي إبراهيم ومروان، والله يا عالم صغار، واحد عمره 10 سنين، واحد عمره صف أول يعني 6 سنين أو 7 سنين، واحد 10 سنين، والله يا رب حيلتي يا ربي، والله حيلتي 2، والله يا رب أخذهم، والحمد لله، لله ما أخذ والله ما أعطى. هذه الجريمة اللي صارت اليوم بالعمدة أنا الاحتلال تعمد فيها، بيجي 30 نفر قاعدين على باب بالبيت كلهم أطفال، أصغر واحد فيهم 8 شهور شهيد، أبو 8 شهور شهيد، فيش أذى اليهود اللي عمره 8 شهور، فيش أذى اليهود، إيش عمل؟ الغارة الإسرائيلية على المدنيين في غزة تزامنت مع الاستمرار في الاعتداء على المقدسيين والمرابطين في باحات المسجد الأقصى من أجل منع اقتحام المستوطنين رغم تحذيرات الفصائل الفلسطينية التي ردت بعدد من الصواريخ. نقول لهذا العدو نقبل بأن يتم التفاوض بجماهير شعبنا الفلسطيني داخل منطقة القدس. اليوم الجماهير تتحرك، ومطلوب من كل أبناء شعبنا أن تتحرك غدا في هبة شاملة عائمة لتحرق الأرض تحت جنود الصهاينة، حتى لا نسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تدنيس ساحات المسجد الأقصى. فشرارة المواجهة بدأت من حي الشيخ جراح والذي أصبح أيقونة النضال والتحدي والصمود، وأهله يتحدون كل الانتهاكات الإسرائيلية بصدورهم العارية. إسماعيل الغاوي من حي الشيخ جراح، من المهجرين من بيتهم بسنة 2009، وإحنا موجودين اليوم هون عشان ما يصيرش كمان تهجير لكمان عائلات اللي هم عائلتنا، كل العائلات الموجودة بالحي هون من عائلتنا بيكونوا، لأنه كلياتنا إيد واحدة، وبإذن الله راح نضل إيد واحدة. ورغم السياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بين أبناء الشعب الواحد والقائمة على الفصل العنصري، إلا أن الشعب الفلسطيني يثبت مجدداً أن الدم والهم واحد مهما اختلفت الإجراءات الإسرائيلية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة.